اثناء اختبار الحصول على رخصه قياده السياره الاوتوماتيك لو استخدمت قدمك الاثنين هترسب في الاختبار فورا. لو حضرتك قدت السياره بيد واحده برضو هترسب فورا، دي ما فيهاش تسامح. لو حضرتك غيرت المسار بدون ما انت تدي اشاره او حضرتك تقوم بنظره الكتف برضو، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الواحد يرسب فورا في الاختبار. الفحص هيبدا يديك تعليمات، يعني ممكن يقول لك انقل المسار. هتنقل المسار ازاي؟ احذر تماما ان انت تغير المسار داخل الدوار، مفيش فلتر هنا، فهنخرج من المسرب التاني. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معاكم اخوكم شريف من قناة دنيا السيارات. اليوم ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن اهم الاسباب التي تؤدي الى الرسوب في اختبارات الحصول على رخصة القيادة، وان شاء الله اللي هيستفيد اكتر بالحلقة ديت مشاهدينا الكرام اللي هم عايشين في الامارات والسعودية وباقي دول الخليج، وايضا مشاهدينا الكرام اللي عايشين في الدول الاوروبية والغربية بشكل عام او الولايات المتحدة، لان يعني في تشابه كتير جدا بين اختبارات رخصة القيادة في دول الخليج والدول الغربية. الحلقة ان شاء الله هتكون منقسمة الى مشهدين، جزء داخل السيارة وأهم الحاجات المفروض اللي حضرتك تعملها قبل الانطلاق بالسيارة، والجزء الثاني خاص بالانطلاق بالسيارة والسير في الشارع العام والطريق العام، وإزاي إن حضرتك تخلي بالك من حاجات معينة جدا عشان خاطر الفاحص ينجحك من أول مرة إن شاء الله. طيب بداية، انت حضرتك اول ما بتخش السيارة غالبا السيارة بتكون دايرة، يعني ما بتحتاجش ان انت تدورها. لو السيارة مش دايرة فدورها اول شيء، خصوصا الناس اللي عايشة في دول الخليج. طبعا الجو بيكون لا يطاق، ولو حضرتك قعدت تعمل الخطوات اللي مطلوبة منك فيعني هيكون الفحص والمرافق اللي معاها هيكونوا يعني خلاص ساحوا منك من حرارة الجو. فشغل السيارة اولا، وبعدين ابدأ ثلاث خطوات بشكل اساسي اختصارهم SMS، يعني ايه؟ ست ميرور سيف بيلت، يعني ظبط الكرسي بتاع السائق اولا، بتطلع الكرسي للامام او ترجعه الى الخلف على حسب ان هي جلستك تكون سليمه، او ان انت بترجع مسند الظهر، او بترفع الكرسي لفوق وبتنزله لتحت. وطبعا اكيد يعني حضرتك وانت بتتدرب في مدرسه القياده المدرب قال لك ازاي ان انت تعمل دوت بشكل سليم. طيب ظبطت الكرسي بتاعك، هتبدا ان حضرتك تظبط المرايه اليمين والمرايه اليسار ومرايه الوسط، سواء المرايه اليمين او المرايه اليسار. حضرتك بتشوف من اول مقبض الباب الخلفي او الجزء الخلفي من السياره، وبعد كده بقيت المرآة المفروض ان انت تشوف منها المسارات اللي موجودة جنبك على الطريق عشان خاطر حضرتك تقدر تكشف النقطة العمياء وانت حضرتك بتغير المسار. كل ما المرآة بتكون زاويتها اوسع كل ما بتقدر ان انت تكشف السيارات اللي بجانبك. وطبعا نظرتك في المرآة ما بين المرآة اليمين او المرآة اليسار ومرآة الوسط اثناء الاختبار، ده من ضمن العوامل اللي بتخلي الفاحص ان شاء الله ان هو ينجح حضرتك. بعد ما حضرتك تكون ربطت حزام الامان، هتبدأ ان انت تتحضر للانطلاق بالسيارة، وبرضو هتبقى الخطوات سهلة جدا مش هتنسوها ان شاء الله. قاعدة 1 2 3، 1 حضرتك بتضغط على فرامل القدم لنهايتها تماما، 2 حضرتك بتحرك عصا الجير الى الدرايف مود، 3 حضرتك بتنزل الهاند بريك. ولما حضرتك بتخلص الاختبار بتاعك طبعا بتكون دايس على الفرامل، حضرتك بتوقف السيارة ان انت بتدوس على الفرامل، هتبقى الخطوات بالعكس، 1 هترفع الهاند بريك، 2 هتنقل عصا الجير من الدرايف مود الى الباركينج، 3 حضرتك هتشيل قدمك من على الفرامل. طيب اعزائي المشاهدين، احنا ان شاء الله هننطلق بالسيارة دلوقتي على الطريق العام، وهنعتبر ان احنا في موجود معنا فاحص داخل السيارة. اول شيء هنخلي بالنا منه ان احنا لازم نقود السيارة بالقدم اليمنى فقط، ده السيارة الاوتوماتيك، نقود بالقدم اليمنى فقط والقدم اليسرى بتبقى موجودة على الجنب. والحاجة التانية ان احنا هنقود السيارة بايدينا الاتنين، هنمسك المقود بايدينا الاتنين زي ما حضراتكم هتشوفوا. لو حضرتك استخدمت قدمك اليمنى واليسرى اثناء اختبار الحصول على رخصة قيادة السيارة الاوتوماتيك، لو استخدمت قدمك الاتنين هترسب في الاختبار فورا. لو حضرتك قدت السيارة بيد واحدة كده
تمام، برضو هترسب فورا، دي ما فيهاش تسامح. لو حضرتك غيرت المسار زي ما هنشوف بدون ما انت تدي اشاره او حضرتك تقوم بنظره الكتف، برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الواحد يرسب فورا في الاختبار. يلا هنبدا على طول، مش هنطول على حضراتكم. انا دلوقتي واقف في باركينج داخل شارع طريق عام، تمام، زي ما قلنا هنضغط فرامل القدم لنهايتها تماما، وهننقل عصا الجير على الدرايف مود، وهننزل الهاند بريك بتاعتنا واختفت من لوحة العدادات. طبعا هكشف الطريق الاول، عندي اهي نظرة من الكتف وانا شايف في المرآة، هدي اشارة يسار واخرج بشكل تدريجي، ما انطلقش بسرعة، واخرج في نفس المسار اللي جنبي على طول، يعني ما اخرجش انقل على المسار اليسار، لا في نفس المسار بالظبط، وما عديش الخط ده، الخط الابيض ده ما عدوش، في نفس المسار اخرج منه. طيب انا دخلت على مطب، من ضمن الحاجات برضو اللي بتخلي الواحد يرسب ان هو ياخد مطب على سرعه عاليه، فانا دلوقتي بهدي سرعتي تدريجيا وخد المطب باقل سرعه ممكنه. شلت قدمي من على الفرامل دلوقتي، احنا عندنا طبعا حلقه عن القياده كيفيه عبور المطبات، هضع على حضراتكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في قائمه التشغيل رقم 1 بالتعليق المثبت على هذا الفيديو. طيب انا هسرع طبعا شويه، مش هينفع طبعا ان انت تسوق على يعني شارع سرعته 80، مش هينفع ان انت تقود فيه على 40، لا يعني امشي على سرعه الشارع، يعني ممكن تمشي 70 75، مفيش مشكله. طبعا الفحص هيبدا يديك تعليمات، يعني ممكن يقول لك انقل المسار. هتنقل المسار ازاي؟ اول حاجه خالص نظره الكتف، هنظر في المرآة مفيش سيارات جاية، هدي إشارة يسار وغير المسار. دول ثلاث خطوات ترتيبهم بيختلف من مكان إلى آخر، بس هما الثلاثة من نفسهم ما بيتغيروش، نظرة الكتف عشان تكشف النقطة العمياء، ونظرة المرآة برضو عشان تكشف النقطة العمياء، والإشارة اليسار عشان تنبه لو في مستخدم طريق سيارة جاية في المسار اللي أنت داخل إليه وانت مش شايفها برضو في النقطة العمياء، فهو ينتبه ويعرف ان انت هتغير المسار. طبعا حضرتك اثناء الاختبار للحصول على رخصة القيادة المفروض ان انت بتقود في المسار الايمن، بس لو في مثلا يوتيرن هو قال لك ادخل منه، فهنشوف دلوقتي ازاي ان احنا ندخل اليوتيرن بطريقة سليمة. طبعا برضو تخلي بالك من اللافتات الارشادية، مثلا زي دي ممنوع الدخول، واللافتة دي طبعا اللي هي افسح الطريق، طبعا هي موجودة للشخص اللي على اليمين مش عندي. في يوتيرن هنا اهو، علامة اليوتيرن قال لك خش اليوتيرن، زي ما قلنا نظرة الكتف نظرة المرآة إشارة يسار طريق فاضي، دخلت اليوتيرن. ده طبعا هنا اليوتيرن مسموح للسيارات العادية وممنوع للشاحنات. دخلنا اليوتيرن، في فلتر موجود هنا داخل اليوتيرن، أحيانا بتلاقي الفلتر مكمل، فلو لقيته زي كده هتخرج من نفس المسرب اللي أنت دخلت منه. مفيش فلتر هنا فهنخرج من المسرب التاني. احنا كنا في حلقات قبل كده في اليوتيرن قلنا هتخرج من نفس المسرب اللي انت دخلت منه، ده لما يكون اليوتيرن واسع او في فلتر والفلتر مكمل معاك، انما يوتيرن ضيق زي كده فانت هتخرج من المخرج التاني. وطبعا بايديك الاتنين زي ما حضراتكم شفتوا انا ببدل ازاي ايديا الاتنين اثناء اليوتيرن. طيب يا جماعه، من بين الحاجات اللي بتؤدي الى الرسوب في اختبارات رخصه القياده الدورات او الميادين، احنا عندنا طريقه سهله جدا، عندنا اصلا قائمه تشغيل فيها دروس خاصه بالدورات والميادين واليوتير، وهنقول لكم دلوقتي برضو سريعا بعض النصائح المهمه عشان خاطر ان حضرتك يعني تعدي من الاختبار ده ان شاء الله بشكل سلس. الجزء الاساسي اللي هيخليك تعدي الدوار بسهوله طبعا ان انت بتخفض سرعتك تدريجيا، تمام، وبتبقى عارف انت داخل يمين ولا يسار، وبيبقى في اسهم في الارض هي دي اللي بتقول لك الدوار ده انهي مسار بيوديك لانهي اتجاه، لازم الربع ده يكون فاضي اخش، لو في سيارة جاية من الربع اللي قبلي تمام اتوقف، مفيش سيارات جاية اخرج من الدوار. وطبعا ما ينفعش ان انا اغير المسار داخل الدوار، طبعا في سيارة قدامي هي مبطئة شوية فانا غيرت المسار بالخطوات اللي احنا قلنا عليها وهرجع المسار اليمين مرة اخرى.
اتمنى بس زي ما حضراتكم شايفين يعني كده الحلقة خدت مننا مجهود كبير جدا في التصوير، يعني مشاهد كتير جدا متقطعة واتصورت على كذا يوم، وفي حاجات كتير جدا اتعادت عشان خاطر يعني ان احنا نحاول ان احنا نفيد حضراتكم. فرجاء لا تنسونا من اللايك على الفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك. اللايك ده يا جماعة بينفعنا جدا عشان خاطر القناة توصل لاكبر عدد من المشتركين. احنا داخلين على دوار تاني ودوار صعب شوية، فان شاء الله برضو هقول لكم ازاي ان احنا نعدي منه بشكل سليم ان شاء الله ينال رضاء حضراتكم. ما تنسوناش بس في اللايك ان شاء الله يعني، وان شاء الله يعني كلكم ناجحين مقدما ان شاء الله من اول مرة. الدوار دوت المفروض ان انا هاخده دوران للخلف، فانا في اخر مسار اللي بيودي على الدوران للخلف نقلت طبعا بالخطوات السليمة اللي احنا قلنا عليها. تمام، لازم الربع ده ما يكونش فيه سيارات قادمة، مفيش سيارات قادمة، وانا هعمل دوران للخلف اهو شايفين. انا هخرج بقى من هنا هدي اشارة يمين وانا خارج من الدوار، نفس المسار اللي انا كنت فيه هو اللي بخرج منه. احذر تماما ان انت تغير المسار داخل الدوار. خلاص خلصت بشكل سليم، انقل مسارك بشكل امن الثلاث خطوات اللي احنا قلنا عليهم، نظرة الكتف اللي بتكشف منها النقطة العمياء، ونظرة المرآة، والاشارة، والترتيب بتاعهم على حسب الدولة او المكان اللي حضرتك مقيم فيه. وطبعا احنا عندنا حلقة خاصة بتغيير المسار اللي هي الدرس السادس، وعندنا حلقة خاصة بالنقطة العمياء، ده بالاضافة طبعا لحلقة كيفية ضبط المرآت. ان شاء الله هتلاقوهم في صندوق الوصف، وهتلاقوهم ان شاء الله في قائمة التشغيل رقم 1 بالتعليق المثبت على هذا الفيديو. طبعا انا هنا برضو الدوار دوت اخده دوران للخلف، فدوران للخلف انا في اخر مسار، والخطوط زي ما قلنا اللي موجودة الاسهم اللي على الطريق هي اللي بتقولك انت تقدر انهي مسار يوديك انهي اتجاه. غالبا طبعا المسار اللي على اليمين بيوديك اتجاه للامام ويوديك اتجاه يمين، والمسار اللي في المنتصف غالبا بيوديك اتجاه للامام واتجاه يسار، والمسار الاخير التالت لو الدوار او الميدان تلات مسارات المسار التالت بيوديك لليسار وتقدر تعمل منه دوران للخلف. طيب هنعتبر ان انت خلصت الامتحان دلوقتي والفاحص بيقولك اركن السيارة، خلاص كفاية كده، هتدي اشارة يمين وهتركن السيارة بتاعتك. طبعا ده باركن عادي، طبعا التواير بتاعتك تكون معدولة، يعني ما تسيبلوش السيارة كده، لا اعدل التواير بتاعتك. احنا قلنا قبل كده طبعا لفة الستيرنج هي لفة ونص، ادي كده نص لفة، علامة يوتا نزلت تحت، وادي كده اللفة كاملة، كده التواير او العجل بتاع السيارة كله راح تجاه اليمين، عايز اعدله واجيبه بشكل مستقيم، ادي كده النص لفة، وادي كده اللفة الكاملة. طبعا انت مش هتعمل الحركة ديت قدامه، بس انت طبعا لازم تكون متدرب عليها كويس جدا، ولازم التواير بتاعتك تكون مستقيمة لما تركن السيارة. الخطوات زي ما قلنا في بداية الحلقة، ايقاف السيارة، انت طبعا وقفت السيارة بقدمك على الفرامل، اول حاجة خالص ان انت تشد الهاند بريك وتحرك عصا الجير تجيبها على الباركينج، وتفك قدمك من على الفرامل وتخلع حزام الامان، وخلاص كده تشكر الفاحص وبتستأذنه ان انت تغادر السيارة. لو انت هتركن في باركن طوارئ، طبعا ده مش باركن طوارئ، ده باركنج عام مخطط، تمام؟ طبعا لازم هتركن ما بين الخطوط. لو قالك اقف طوارئ فانت في نظامين، يا اما برضو بتدي اشارة يمين وبتشغل اضواء اللي هي الاضواء الرباعية، تمام، او البعض بيسميها اضواء الخطر او اضواء الانتظار، تمام، او ان انت بتشغل اضواء الرباعية ديت بس بدون اشارة. الموضوع بيختلف والقوانين والقواعد بتختلف من دولة الى اخرى. باركنج الطوارئ اللي هو يا اما بيكون في خط ابيض متصل او خط اصفر متصل، والفحص بيقولك اركن فيه. لو في علامة ممنوع الوقوف طبعا ما ينفعش ان انت تتوقف عندها، توقف بعدها. والخطوة الاهم طبعا يا جماعة قبل ما تتوقف سواء باركنج عادي او باركنج طوارئ، ان انت لازم تنظر في المرايات، خاصة المراية اللي في الوسط، لازم ان انت توضح للفاحص ان انت بتنظر في المرايات، يعني كل فترة كده انظر للمراية اللي في المنتصف، مش هتخسر شيء، تمام، بس عشان خاطر ده الفاحص يخلي باله ان انت مركز مع الطريق، خصوصا لو انت داخل على مطب او داخل على مكان مزدحم،
او ان انت داخل على دوار. طيب انا مش عايز اطول الحلقة على حضراتكم اكثر من ذلك، بس ارجو من كل واحد في حضراتكم لو كان خاض الاختبار سواء في دول الخليج او الدول الاجنبية يكتب نصائح للسادة المشاهدين، سواء نصائح للنجاح او اخطاء ان هم يتفادوها، ضرور ان هم يتفادوها عشان يتجنبوا الرسوب في الاختبار. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقي عندنا تعليقات ثرية ومليئة بالمعلومات، ونتمنى طبعا ان حضراتكم تكونوا استفدتوا مما ذكرناه في هذه الحلقة. ولا تنسونا من الضغط على زر الإعجاب لتدعمونا وتشجعونا، ونعدكم إن شاء الله بتقديم الكثير من الحلقات المميزة خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة، ونلقاكم قريبا جدا إن شاء الله.